السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد مكان جميل جدا، وإحنا نعاهد على أنفسنا أننا لابد أن نتكلم على كل ما هو إيجابي نظهره، وما هو سلبي نظهره كذلك، وخاصة في مجال التهيئة العمرانية فهو يعني الفصل الضعيف والحلقة الضعيفة في عملية التعمير في بلادنا. المشاريع السكنية والحضارية والطرقات ما شاء الله، يعني من ناحية الكمية، لكن من الناحية النوعية والتهيئة تعتبر ضعيفة ومتأخرة جدا. وكما يقول الله تعالى: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. ونحن الآن بصدد الكلام على مفترق الطرق نتاع واد السمار، ونلاحظ أن المظهر والعملية الناتيريزاسيون نتاع المكان والفيرديسمون نتاع المكان تعتبر جيدة جدا، والعمل اللي نشاهد فيه هو متقن مليح، وكاين متابعة من ناحية الصيانة نتاع هذا المكان نتاع الطرق. وهذا المفترق تاع الطرق لو كان نشاهدوه من الفضاء هو يعتبر على شكل نجمة بخمسة أضلاع، وعنده شكل جميل، وهو محادي لمحطة المحطة تاع المترو المستقبلية تاع واد السمار. فإذن كما تلاحظون عملية التشجير ووضع العشب وكذا تعتبر جيدة، ولا حب هذا لو كل مفترقات الطرق في الجزائر تكون على هذا الشكل. وبالمناسبة نشكر السلطات في بلدية واد السمار اللي قاموا بهذا العمل الجميل، ونشجع كل بلدية الوطن وخاصة البلديات اللي عندها كما نقولوا حنا عندها الوسائل المالية والمادية باش تقوم بأعمال جيدة لتحسين المحيط نتاع المواطنين. والسلام عليكم.